انت ليه كنتي هتتدخليش وما قلتيش فيه؟ هو انت عايزه توقعي ما بيننا وخلاص؟ يا بنتي بعد اذنك. قسم الضحك. يا بنتي بعد اذنك افتح الموبايل بقى. بصراحه محمد انت عرفتني اصلا عشان كده كلمت غيرك. انت عارف يعني ايه الخيانه دي كبيره قوي يا محمد مع واحد لابس تيشيرت ازرق. انا فاكرش كب الكتاب ده اصلا. وغرف ده يا انا اصلا انت فاكر انا هتجوزك انت؟ انت ما تلزمنيش. انت اصلا ما تلزمنيش. ازيكم عاملين ايه؟ انا منى جايكم النهارده في فيديو جديد ومعانا سماسيمو. هنعمل مقلب جامد قوي 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 في محمد يا جماعه. مقلب جامد قوي. ايه فكره المقلب بقى؟ ان انا اكلم حد غيره. طبعا كلكم هتقولوا لي ايه؟ ازاي يا منى ده مش مقلب؟ لا ما ينفعش، عيب ومش عارفه ايه والكلام ده. لا اقول لكم يا جماعه، انا مش هكلم حد ولد، هي هتكون اسماء. هنعمل كل حاجه قدامكم اهو، الشات وكده، وانا جايبه هغير الاسم بتاعي عندها. هخليه قلوب او اي حاجه، وانا هعملوا اي حاجه اي حاجه. مش هنحرق لكم بقى المقلب، احنا هنقول لكم حاجات. انتوا هتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا لنا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. عايزه اقول لكم ان احنا واقفين في الضلمه يا جماعه، وهو يا عيني نزل يجيب لنا اسمه ايه ده، الميه والكلام ده. فالمهم احنا هنعمل كل الكلام ده قدامكم، فيلا بينا شوف هنعمل ايه. ومقلب حساي هو جامد قوي، وهموت واعرف رد فعله هيغير عليا ولا ايه. يلا بينا دلوقتي يا جماعه هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه تليفوني معايا اهو، هغير اسم اسماء واخليه ايه؟ قلوب 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 قلوب. اسم الولد ده صريح، اخليه روح قلبي، اخليه روح قلبي. بص عظمه في رحمه مره. انا بفكر، استني بص اسماء اهي. اسماء شيلي صورتك. هعمل كده. اسماء شيلي صورتك اهو يا جماعه. اسماء اهي، هغير الاسم بتاعها. لا 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 اهو يا جماعه، هغير الاسم بتاعها يخليه روح قلبي وقلوب كتير وقلبه اللي هو ده. بصوا خليته ازاي، بصوا خليته روح قلبي. المهم هنعمل سيف اهو. اوبو على الشات الجامد. ممكن احط لك صورة واد على فكرة. لا بس ثانية. يلا يا منى استني عشان امسح الشات ده. استني عشان اديها على نظافة. روح قلبي. يلا شايفين يا جماعه ده الشات ما بيني وبين ايه، بالاسماء. تمام، انا هشككوا فيا اول ما يدخل. سجلها روح قلبي وهاي حياتي، قالت لي وحشتيني. افكار جهنميه والله العظيم. قالت لي وحشتيني، هقول لها. بس يا جماعه الشات بقى عامل ازاي؟ قالت لي هاي حياتي، قلت لها وحشتيني. قالت لي انت فين يا روحي؟ قلت لها في الشارع مع محمد وطالعه. يا حياتي انت فين؟ طمني عليك، وحشتيني قوي قوي، اول ما اطلع اكلمك. قالت لي ايه؟ لا يا روحي، لا روحي حالا عشان انا بغير عليكي. قلت له بس اوعي تبعت لي عشان ما يشكش. امتى بقى نخلص منه؟ معرفش. هكتب لها معرفش والله يقرفني. بجد بجد ده انت شريره قوي. بصوا نظراتها، لا ومركزه قوي. بصوا يا جماعه مركزه قوي. بصوا كان يوم اسود، معلش يا حبيبتي. ده لو شاف الشات هيموت نفسه. قالت لي ايه؟ قالت لي كان يوم اسود، معلش. قلت لها بتقولي بكره نخلص منه. بقول لها اقول ايه؟ حظ الاسود. قالت لي ونتجوز يا روحي. قلت لها يا حلم من احلامي. يا جماعه دلوقتي انا حطيت الموبايل بكل صعوبه بجد عشان ما يشوفوش، يا رب ما يشوفوش. تعالوا بقى نظبط كل حاجه عشان ايه؟ تمام. يلا بقى هو جاي دلوقتي. وايه اسماء؟ كل ما هو اول ما يجي هو جاي هنا. لما اسماء تيجي هو جاي. يا جماعه اسماء بيرن عليا بقى والكلام ده، ماشي. وكلميني دلوقتي. بعدين قافلين العربيه عليكم. انا قافلها مش قافلها. السلام عليكم. جبت لك حاجه؟ جبت لي ايه؟ الله بعشقه. روحك عيني. وقع. مش حر. مالي؟ مالي وقع. يا سلام. بس الجو النهارده حلو عيلة. حر فشخ، ده الزيزة رقم 98 النهارده. تمام. المهم يا محمد. ايوه. عايز نجيب ايه؟ دلوقتي
استنى بس دلوقتي انا بتكلم في حاجة. ايه؟ انا عايز ابقى اشتري لبس بجد. طب هنرجع البتاع ده امتى؟ نظبطه خالص. شوف هتروح فين يلا. عشان نروح. انا وانتي مين اللي عمالكم تعملي ايه؟ انت عامل تعملي كده؟ هي بتستعبي ليه؟ لا قوي ده هتروح فين؟ ايه يا جماعه هو ايه؟ ما عامله بلا في يا اسماء. انت في ايه يا اسماء بتدخلي في حاجات ليه ما انتيش بيها؟ ايه يا منى ده؟ يلا طيب انت مالك حاجه خصيه. خصيتي يا ماما؟ سيبي حاجه القران، سيبي القران وهي ده. ايه ده؟ بتعمل ايه يا ابني وريني؟ ايه ده؟ يا اسطى ده حد كتب لك خلاص يا ابني ايه؟ وريني ايه؟ طب يا محمد ايه ده طيب؟ ايه ده طيب بجد؟ ايه ده طيب انا هديهولك فين؟ بنت قاعده. بنت ايه؟ فين بنت قاعده اللي واقفه؟ اهو بص روح وريني بعدين تكلم عادي انا في ابويا. طب تمام روح قلبك. هو مش روح قلبك في بنت وفي ولد ولا هو كل ولاد روح قلبي؟ انت بتسمي اصحابها قلبي حبيبتي كام؟ العبط ده. استنى بص انت مالك انت ما تتدخليش وما قلتيش فيه؟ هو انت عايزه توقعي ما بيننا وخلاص؟ انا مصدومه فيكي وربنا مصدومه. انت مالك يا ستي؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انا بخونه مثلا ما بخونهوش مالكيش فيه؟ وايه الافوره دي؟ انت عبيطه؟ ما هي نسيت بس سعادتي ده فعلا مكتوب راح قلب مين دي؟ طب في ايه يا قلبي يا محمد؟ بس بصي السؤال بقول لك مين دي؟ واخده بالك؟ مين دي؟ طب دي صاحبتي يا محمد. طب دي موبايل. طب ليه يا محمد اديهولك؟ بالله عليكي بقى انجزي. مش هديهولك والله. يا بابا الجو حر على التليفون. بس يا ولدي. بس على كده التليفون. امسح لها يا اخويا امسح لها. امسح لها. التليفون طول. على فكره هي من زمان بتوقع ما بيننا. انا بس ما تعصبيش من الدليل انا عايز تليفون. ابعدها طيب طلعها من حواراتنا. لا هي من غير خلاص بقى يا محمد. هو محمد عليه. ايه انت عبيطه ولا ايه؟ شفت بقى عايزه توقعها. مالكيش دعوه بيها مالكيش دعوه بتدخليش بعد اذنك. هات التليفون. بس انا حاجه مش عايز تفهم انا واثق فيك اقسم بالله فده عبط اكيد. طب معلش هرد عليه عليها. طب ورا التليفون ده عليها عليه شيل التليفون. طب بدل من كده والنبي والنبي انت بتضحكي ليه اصلا؟ ايه العبط ده؟ في ايه في ايه؟ بعد اذنك ما تمدش ايدك ما تمدش ايدك. مين اللي بيرن واتساب ده؟ انت غيرت الباسورد؟ اه غيرت الباسورد. طب انت افتحه لك بس عشان الموبايل كده هتبقى اه. الباسورد كام؟ افتحه لك انا والله. الباسورد كام؟ افتحه لك انا والله. انا بمسكها وهي في ايدي. لا وانا في ايدي. وانا في ايدي. تعمل ايه؟ مش عارف بس عشان لازم. انت اجيب حاجه. بس الناس بتوصل لي والله. طب انا مش هتبقى. انت عايز تبقى كام؟ مين ده؟ ده انت طلعتي ده انت طلعتي اقسم بالله ما سهله. كام والله؟ ايه الرسالة على الشاشة يا ولاد؟ يا لهوي يا لهوي اسماء كان لازم تقولي لي يعني اسماء الحمد لله اللي هو انا عارفه انا اصلا انت ما ينفعش انت بواحده والله العظيم صاحبك. طب يا سوري ما ينفعش سوري انت اللي لازم تفشي تفشي سر يعني سرك انا انت قلتي لي على سر انا قلته انا اتصدمت فيك. بعد اذنك يا حمد ما تخليش حد يوقع ما بيننا. انا اذا كان كنت يا ماما هو شايف الشتا انا مالي انا ايه العبط ده؟ نفتح الواتساب. محمد ما تخليش حد يتدخل ما بيننا. افتح الواتساب. افتح الموبايل بس انا. افتح الموبايل. لا مش هفتح الموبايل. مش فاتحه الموبايل. الثقه اللي فيك دي مش عارفه هتثق في نفسك لغايه امتى؟ هتثق في نفسك. بص متوتره بتقول اي كلام. اي عبطله في البتنجان. والله العظيم حالي لحظه مالكيش دعوه انت وعارفه ايوه قول لها مالكيش دعوه بالراحه بالراحه مش اديتك كلمتين تتسخن فيك كلمتين صح اقسم بالله لو ما فتحت الموبايل اخسرك حالا. افتح الموبايل افتح بس اشوف مين اللي عمال يرن. افتح الموبايل يا بنت الناس افتح الموبايل. طب هرد على التليفون يا بنت الناس افتح الموبايل الله يرضى عنك افتح الموبايل. هرد على التليفون وافتحه لك حبيبي. هو ايه العبط ده؟ افتح 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 التليفون افتح التليفون. مش هفتح التليفون ده افتح التليفون بمناسبة انت مين يعني؟ بمناسبة هو مين ده خطيبي؟ طيب بس بس لحظة لا خطيبي اقول لك على حاجة زودي في كلامك ده لان اقسم بالله انا بقيت خلاص عارفة الاول كنت هفتح كنت هفتح الموبايل لقيتك بتكلمي حد كان هيفرق معايا. بعد كلامك ده انا مش هيفرق معايا افتح بس الموبايل. افتح تاني الموبايل. الموبايل انت هتكسر الموبايل؟ طب بس افتح الموبايل. الموبايل كان هيتكسر. انت بتدب الموبايل الموبايل
الكلام كده هيتكسر وانا لسه جايباه. يعني ايه يا حسن ده؟ استنى بقى استنى بقى استنى بقى بس عشان الناس كده حوالينا الناس عماله تبص علينا وانا انا مش انا انا احسن من حد يبص عليا بس وحشه. انا احسن من كده. وريني افتح الموبايل ده ولا اي حاجه. اقسم بالله لو لقيت شات دلوقتي ما هزعل ولا هتضايق. وريني اليوم انا مش هرد عليك يا بنتي. الناس وريني افتح الموبايل يا بنتي. انا وبعد اذنك افتح الموبايل. انت على فكره ضربتني ليه؟ والله انا ما ضربتكيش. بعد اذنك افتح الموبايل يا بنتي. بس بعد اذنك افتح الموبايل. هو انت ليه كده يا مني؟ بعد اذنك افتح الموبايل. خلاص يا مني خلينا نخلص شغل. يعني انا عشان مش عايز اقل ادب عليك قدام صاحبتك انا بقول لك بعد اذنك. تقل ادبك؟ بعد ما انت عمالين تطبلوا لبعض؟ لا لا ما عنديش. طب تاني يا اسماء ما تتدخلي. بقول لك بعد اذنك افتح الموبايل. لا يا بنتي انا بقول لك بعد اذنك. كلامنا بيني وبينه ما يخصكش. هو مين ده؟ وعيني وبينه. شفت بتوعي بيتكلموا؟ انا ما بعرفش. بعد اذنك افتح الموبايل. طيب افتح الموبايل بعد اذنك. اتصل بالبوليس اروح اعمل. طب انا بعد اذنك افتح الموبايل. محضر خيانه يا بنتي. انا مش عايز اتعصب عليك. محضر خيانه ده عند قسم يا بنتي. بعد اذنك قسم الضحك يا بنتي. بعد اذنك افتح الموبايل بقى. انا بقول لك بعد اذنك بقى. انا هتحايل عليكي. بقول لك بعد اذنك. بعد اذنك خد يا ماما. خد انت هتسيبيني معاك. خليك سيبني بس بس امسكها بجد. يلا انت امسكها. يلا اسمعي انا بجد انا بريت. انا اتبهدلت وربنا. هقوم اشوف نفسي. محمد ايه هتقول لك؟ هقوم اشوف نفسها. يا نهار اسود وحشتيني. انت روحي فينك في الشارع؟ يا نهار اسود انت راحت عليك يا محمد. انت في البتنجان القطايف والجلاشه. اوعي يا اسماء. يا اسماء اوعي يا اسماء. اسماء بجد اقسم بالله سيبيني في البتنجان. ايه ده؟ ده بتقول له ايه؟ الناس الناس بيقولها امتى نتجوز؟ عمال يرن. بتقول ان حظها اسود معايا. مش يا نهار. بيقول لها امتى نتجوز؟ على فكره اللي انت عملته ده استعباط. انت بهدلتني. ما قوي قرفني. بص بص قرفني. بحبك قوي. وهي انا بتقول له بحبك قوي. بص انت لسه معايا. يا نهار اسود. انت مالك؟ انت مالك؟ بصراحه يا محمد انت عرفتني اصلا عشان كده كلمت غيرك. انت عارف يعني ايه الخيانه دي؟ كبيره قوي يا محمد مع واحد لابس تيشيرت ازرق. صدم. عمك هات. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ادي ربي مش غضبان عليك اليوم دي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هو انت ايه ايه اللي انا عملته غلط؟ ايه اللي انا عملته غلط؟ انت ما بقتش جوزي. انت مش جوزي عشان مثلا ما كلمش حد. لا يا بابا انت مش جوزي. انت دلوقتي لسه خطيبي. كلها قلم. يلا يخرب بيت رد فعلك في المنبتن ده. اديها قلم. ايه ده؟ هو ما يقدرش يمد ايده عليا. اه يا اختي ما يقدرش. لان انا عندي اهلي. ماسكه علي فيديوهات يا بنت ولا ايه؟ هي دي تربيه اهلك. لا احنا جايين دخلنا في الاعراض. تربيه اهلك. احنا نمسك موبايلك الاقيكي بتكلمي حد. تقولي ربنا ياخد خطيبي. ربنا ياخد خطيبي. هي دي تربيه اهلك. لا يا محمد معلش. هي دي التربيه. يعني انت بتقولي انا؟ دي التربيه اللي انت اتربيتي عليها. بتخونيني بعد اللي بينا بعد ما فكرت بكتابنا كمان ايام. دي التربيه اللي اهلك ربوها. متخونين انا يا منى. لا ومش فارق معاكي. وتقولي يغور يغور. دي انت بتحيل عليها عشان انا فاكر ايش كتب الكتاب ده اصلا. يغور في داهيه. انا اصلا انت فاكر انا هتجوزك انت؟ انت ما تلزمنيش. انت اصلا ما تلزمنيش. انت ما تلزمنيش. انت ما تلزمنيش. ما تلزمنيش. ما تلزمنيش. انا احتراما احتراما لاهلك اللي دخلت بيتهم اللي هم ما لهمش ذنب في حاجه مش همد ايدي عليكي. مش هروحك متكسره وبكل ادب واحترام هوديك لحد البيت. يلا انا مالي انا وانا اللي خنتك يا ابني. العاده نازل انا. تعال تعال يا حبيبي. انا جدع جدع. تعالى تعالى تعال بس اوريك حاجه. انزلي من العربيه. ورب انا ما هنزل. بقول لك انزلي من العربيه عشان حلال حرام من دين. هفرج الناس عليك. ما تروح تفرج الناس على خطيبتك اللي خانتك. ايه ده؟ ليه قلت كده؟ قلت دي كده؟ بتعدي عمري منك خوني يا منك. اخونه ده هيتخانق بجد. انجمال اهلك. هيتخانق بجد. انجمال اهلك.
انت بتخلي بجد انت خليتني عامله زي اللي عامله بتبيع على نفسي. بتعملي مقلب؟ اه. تحت فرن على الواد ده. رن على الواد ده؟ تعالى بقى المفاجأة. رن على الواد ده. تعالى رن، تعالى رن على الواد ده. رن على، رن بسرعة عليه. جات لك رنة يا صاحبتي؟ جات لها الرنة، جات لها الرنة. ما بحبش جو التحوير. اهو. شوف رقمي. ما هو يا ابني الشتا اهو. اهو. اعمل بوست. بقولك بوست. روحي بسرعة، روحي انا بقول لك روح، اجري اجري عشان هو دلوقتي مش هيدخل على الواد دلوقتي. بصوا يا جماعه رد فعله عليا انا سبحان الله لا اله الا الله. قلع الدبله، متخيلين قلع الدبله دي ما بتحصلش. محمد 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 انت بتشتغل هنا؟ بتشتغل هنا؟ بتشتغل هنا؟ كمان بتشتغل هنا بس؟ طب ما انا قفلت الكاميرا بس. محمد ودانك بتسري الجنه انت عارف انت اول دفيت على تاني. المقالب دي اخرتها وحشه، المقالب دي اخرتها وحشه، اخسرك في مره نزل لنا. طب انت انا مقالب بتنزل لنا نزل لها هي المقالب دي. انا مش، انا مش راضي عن الفيديو ده والله. لا نزله. تعالى يا جدعان وصلنا الفيديو لناس اكبر عدد من اللايكات. استنى استنى جماعه وصلنا مش كده المقالب. لا لا فين بس المقالب مش كده. المقالب انك لازم في النهايه ترضيني. ايه والله والله المقالب لا 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 اقسم بالله. انت المفروض اصلا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك. انت غلطت فيا وغلطت فيا والله العظيم. مقلب جامد وحاسه يترد لي بمقلب جامد. انت انسانه مستفزه. انا انت مشكلتك ان انت مستفزه. مستفزه انا بتحايل عليك. انا كنت عايز ازق ازازه الميه عمال اقول لك ايه بينا بعد اذنك. يا جماعه طب غرقتها ميه مش تفاصيل. غرقتها ميه احنا يا ابني مسيين الاول. يلا باي.